ون وياك والون نخفيها ويا لحن الاه ونخاف عداك تتشمد وسكتنا بهضم اللي حملنا لجن دخلتنا للكوفة وبيها الحال من شفنا هيج بالقلب ناري ماضينا ماضينا اللي ذكرنا وقفت الثانية بمجلس يزيد وبينا يتشفى راسك بالطش تخلى. الأرض كربلاء والزمان عاشوراء، إنها الليلة الرهيبة، ليلة نساء ثاكلات أعياهن النحيب، وليلة أطفال عطاشة أنهكتهم الحيرة لما جرى قبل المغيب. أجساد طاهرة مطروحة على الأرض تروي قصة الظلم الفظيع، وعلى صدر والده منحورا نام طفل رضيع. وحدها قامت تتيمم الصعيد الطاهر الذي ارتوى بالنجيع، قامت تكلل صبرها بالنور وتقوي عزمها بلسان شكور. زينب، زينب تتنفس عبق الشهادة، تكبر تكبيرة الإحرام بالليل وتعلن انتصارا جديدا. نعم هي زينب. ومن زينب نبدأ حوارنا بإذن الله معك أستاذة سجى أحمد الخابوري، الناشطة الاجتماعية المتخصصة بالفيزياء والإرشاد النفسي من سلطنة عمان. أكثر شيء مؤلم يتذكره الشخص والمرء عن زينب سلام الله عليها وما جرى عليها من بعد استشهاد أخيها الحسين سلام الله عليه، منظر رهيب. يعني الخيال يأخذنا إلى عاشوراء، هو خيالنا نحن لكنه واقع، ونحن نرى زينب تلملم العيال وتسند زين العابدين إلى أن جن الليل، والليل دائما مخيف لأن به ظلمة، ظلمة والظلم وقع على زينب، لكنها تجأت بالصلاة حتى تشكر الله سبحانه وتعالى على النعم، لأنها ترى أن ما فعله الله كما حاول أن يتشمت بها يزيد، ماذا رأيت فعل الله بأخيك؟ ماذا قالت؟ ما رأيت إلا جميلة. فشكر زينب لله سبحانه وتعالى على ما جرى في عاشوراء كان بالصلاة. لنتحدث أستاذة سجى عن هذه النقطة، صلاة زينب في عاشوراء. زينب، وما أدراك ما زينب؟ من هي زينب أولا؟ سلام الله عليك. لنرجع إلى إعداد هذه الشخصية. جدها صاحب هذه الرسالة، جدها محمد بن عبد الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. عندها ثقل من النبوة وهي أمها فاطمة، وعندها ثقل من الإمامة وهو أبوها علي. الله. هي تلميذة باب مدينة العلم. من ستكون زينب؟ أولا، من كان جدها؟ جدها الذي كان يقول في سبيل رسالة الله: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا الأمر. أبوها أمير المؤمنين عليه السلام: صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. وأمها تلك الخطبة التي أنت فيها أن وقالت: بأبي اهتديتم. الله. ثمرت كل هذا كانت زينب سلام الله عليها، التي كما قلت وقفت وقالت: ربنا تقبل منا هذا القربان. إذن هذه التربية، هذا البيت كان لابد أن ينتج عنه هذا النتاج.
بالنسبة للصلاة ذكرتي أمرا في غاية الأهمية. نعم. يروى أن أمير المؤمنين عليه السلام عندما كان أراد تجهيز الزهراء لم يقدر، ماذا فعل؟ سلام الله عليه، استعان بركعتين. الله، هكذا كانت علاقة الأمير بالصلاة. سيد الشهداء أخيها عليه السلام قال للأعداء أمهلونا لنصلي، لم يقل لنتودع وهو عالم أنهم مقتولون لا محالة. نعم. ولم يقل أمهلونا لنفعل أي شيء، أمهلونا لنصلي. وكذا كانت صلاة السيدة ليلة الحادي عشر. نعم. فإذا هذه العلاقة مع الله عز وجل هي التي مكنت تلك السيدة من أن ترى كل شيء بعين توحيدية. أحسنت. كما قلتي، بعين ما رأيت إلا جميلة. إلا جميلة. طيب، هناك رسالة أوصلها الإمام الحسين سلام الله عليه، أوصاها لزينب، قال لها أخية لا تنسيني من صلاة الليل. هذه كانت وصية من الإمام الحسين سلام الله عليه في ليلة الوداع في يوم عاشوراء لزينب، لأنه يمتلك يقين بأن زينب لا تترك صلاة الليل. بالفعل. نعم، ماذا كان يريد أن يوصل لنا الإمام الحسين بهذه الوصية؟ أحسنتي، له سؤال جوهري ومحوري. مسألة الشخصية الإسلامية. الشخصية الإسلامية الدعامة الأساسية لها هي البناء الروحي. طيب، هذا البناء الروحي كيف يتحقق؟ يتحقق بثلاثة أمور. نعم. أول أمر العلاقة مع الله عز وجل، ثاني أمر العلاقة مع البشر المجتمع، وثالث أمر العلاقة مع النفس. لنرى مسألة العلاقة مع الله. نعم. الصلاة معراج المؤمن، وهي الخيط الرفيع بين الإسلام والشرك، ولكن الصلاة بكل أبعادها. نعم. بظاهرها وباطنها، بجوهرها وبحقيقتها، بكل شيء. حافظوا على الصلاة وقوموا لله قانتين، مواقيتها جدا مهمة. جميل. أيضا حتى يعني من المفيد أن نذكر ما يتعلق بالمرأة، من المستحبات أن تتزين المرأة عندما تذهب للصلاة، تتزين بكامل زينتها وتذهب للصلاة، تتعطر، تستاك. صلاة المتعطر خير من 70 صلاة من غير المتعطر. نعم. وكذلك المستاك. وأيضا روح الصلاة، الخضوع والخشوع، هذه علاقة العبد مع ربه، وهي مسألة جدا أساسية. نعم. ولذلك هي التي مكنت تلك السيدة الجليلة أن تقف كل تلك المواقف، ترى رؤوس أخويها على الرماح وتقول ما رأيت إلا جميلة. جميلة. قولي لي الآن، إذا في عصرنا هذا، إذا رأت امرأة مجزرة أمامها ماذا تفعل؟ ستذهب إلى الطب النفسي. نعم، صحيح. أو إلى المرشدين. ولكن هذه السيدة قامت بدور إداري بكل ما للكلمة من معنى. نعم. لهذه المسيرة الحسينية ولهذا الركب على كل الأصعدة، على الصعيد الإعلامي السيدة تعرف ماذا تقول ومع من تتحدث ومتى تتحدث وماذا تقول، وعي سياسي. انظري إلى هذه المرأة، تحمل كل مقومات الإنسان الكامل. أنا أستفيد منها أنها بما هي امرأة، بما هي كتلة عاطفة ورحمة، هي إنسان كامل. نعم. بهذا الكمال على المستوى الإعلامي، عرفت كيف تستغل وضع الكوفة ووضع الشام، كل مع ما يتناسب مع مرحلته وطبيعته. الله. وكذلك على مستوى قيادة النسوة، أتدرين كم هي صعبة قيادة نسوة مسكولات؟ أنا أعرف بعض النساء لا يحببن أن يذهبن إلى نساء مثلا أصابتهن مصيبة عن قريب، يقولون لا نتحمل، ما بالك بهذه السيدة وكلهن مفجوعات وهي المفجوعة الأولى. نعم. ولكنها كانت الإدارية لكل هذا، حتى من جهة الطعام ومن جهة الأمور المادية، وشهد لها بذلك الإمام السجاد: عمة، أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. أنا أريد أن أقول للمرأة اليوم: عزيزتي، أنت تستطيعين أن تكونين الإنسان الكامل كما كانت زينب سلام الله عليها. نعم. تستطيعين أن تكونين في مواقع الإدارة، في مواقع الحكمة، وفي مواقع المسؤولية،
ولكن كل بحدوده. نرى السيدة بعفتها، بكامل عفتها، يعني كانت سلام الله عليها تراعي مسألة العفة في كل شيء، حتى كانت تخاطب يزيد: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوق بنات رسول الله، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. انظري إلى كيفية اهتمامها بهذه النقطة. نعم. مع أنها قائمة بكل مسؤولياتها الإدارية على أكمل وجه، والسياسية والإعلامية. نعم، هذه كلها رسائل تريد أن تصل إلينا. نقطة جميلة ذكرتها عن علاقة رائعة بين العبد وربه بالصلاة، لكن لنتكلم الآن عن العبادات بشكل عام. شيء طبيعي أن الإنسان عندما يرتبط مع الله سبحانه وتعالى ارتباط جدا راقي والذي يتمثل بالصلاة، لابد وأن هنالك آثار تترتب على هذا الارتباط. ما هي هذه الآثار؟ يقينا، وأنا أحب جيد أنك طرحت هذه النقطة، لأن هناك مغالطة. نعم. أنه العبادة هي الصلاة فقط وقراءة القرآن والذهاب إلى المساجد، هذا الجانب فقط، أو هي مسألة الحلال والحرام. ترى العبادة هي جانب متكامل. الإنسان عندما يراعي الله عز وجل في أبسط سلوكياته، في الابتسامة التي يقدمها لأخيه، في الصدقة التي يعطيها، أو في تحمل مسؤوليته بأمانة، تؤثر على الصلاة. ترين من هو الإنسان الخاشع الذي يحمل روح الصلاة؟ ليس هو فقط الذي يذكر الله وقت الله أكبر والتكبيرة، وإنما هو الله أكبر عنده في كل نفس وفي كل حركة وفي كل سكنة، ولذلك هو دائما مطمئن. نعم. دائما في حالة السراء والضراء. ترينه يعيش الشخصية السوية، هذا الإنسان الذي كما ذكرتي يعيش علاقة سوية روحية صادقة، فالعلاقة مع الله عز وجل، فالصلاة تؤثر على غيرها كما يؤثر غيرها على الصلاة. على الصلاة. سبحان الله، يعني كان في بالي سؤال كنت حابة أن أسألكم إياه، اللي هو كيف يخشع الإنسان في هذه العبادات، وسبحان الله أجبتم عن السؤال أنه عندما تكون الله أكبر في كل حركة في كل سكنة يخشع الإنسان في الصلاة عند نداء الله أكبر. لنرجع الآن إلى الأم التي هي قبلة الأسرة، وباعتقاد الخاص أن كل العبادات في الأسرة تنبع من الأم، خصوصا عند تعليمها للأولاد. ما هي الطريقة المثالية حتى تكون الأم هي المعلمة الأولى للعبادات لأسرتها ولأطفالها؟ طبعا سؤال جيد. من أهم الأمور هي أن تكون هي النموذج. نعم. ترى المسألة هي ليست بكثرة الحديث ولا بكثرة الأوامر ولا بالتهديد أبدا. نعم. هي أن تكون كما هي. أنت لاحظي الإنسان مثل الجمرة، هي مثل الجمرة، عندما الإنسان يتخلق هذه العلاقة مع الله عز وجل فإن هذه العلاقة تنتقل إلى الجمار. نعم. من حولها، وتصبح أيضا هي جمرة متقدة. فهو تلقائيا عندما يرى والدته تحافظ على أوقات الصلاة، عندما يرى والدته تلتزم بقراءة القرآن، عندما تذهب الأسرة، وهذه مسألة جدا مهمة، أتدرين الثقافة القرآنية. نعم. دائما تؤكد على الجماعة. لاحظي في الآية: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الإنسان لا يفكر بنفسه فقط ولا بزوجه فقط، وإنما بنفسه وبزوجه وبعياله وبالمجتمع. نقف عند هذه النقطة. أيوة. نذهب لفاصل مشاهدينا ونعود لكم بإذن الله. نون وياك والون نخفيها ويا لحن الآه، ونخاف عداك تتشمد وسكتنا بهضم اللي حملناه. نون وياك والون نخفيها ويا لحن الآه، ونخاف عداك تتشمد وسكتنا بهضم اللي حملناه. نرجع لحديثنا أستاذة سجى عن تعليم الأم لأبنائها. كنت تتحدثين عن اهتمام القرآن بالجماعة، نكمل حديثنا. بالضبط، وتحديدا بالأسرة. يعني الإسلام يعلمنا عندما يقول هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعلمنا كيف أن تكون علاقة الفرد مع نفسه ومع زوجه ومع أسرته، أنه يفكر بهم. نعم. كجماعة. نعم. فمسألة الحضور إلى المساجد، مسألة الحضور إلى الحسينيات، مسألة إحياء الشعائر كجماعة وكأسرة بالذات، هي من الأهمية بمكان.
نعم. أن تكون هناك رحلات لزيارة المشاهد المقدسة، رحلات أسرية، هذه لها دورها في الارتباط الوثيق للأسرة كلها بهذا الدين، وأيضا تنمي الدور العبادي عند الأطفال. نقطة حب أني أنا أتوقف عندها، في أحد المجالس كان هناك أحد الخطباء يتحدث عن الدور العبادي، وكان لديه تركيز شديد وبلهجة شديدة أن يا أيها الأب إذا كنت تريد الصلاة فابتعد في مكان منعزل وصلي صلاتك بخشوع لله، ويا أيتها الأم ابتعدي واصنعي لك محرابا في غرفة ما لتسجدي وتركعي لله. وأنا كنت أستمع حقيقة وأتخيل أبنائي، يعني كل أسرة لابد أن في أبناء كبار، في أبناء صغار، في أبناء يعني يتعلقون بأكتاف الأب أثناء الصلاة. طيب أنا أشوف أن هذه النقطة نعم للمستحبات، هناك إذا كان الواحد يبي يطول في الصلاة ويبي يعيش في حالة نعم ينعزل، لكن إذا كان هو يعتبر نفسه مثال وقدوة للأبناء فإذا انعزل من للأطفال؟ ونلاحظ السيدة الزهراء سلام الله عليها يقول لها ولدها الإمام الحسن: أمه يعني سمعتك تدعين، انظري فهو يستمع إليها وهي تدعو للمؤمنين والمؤمنات. نعم. وهي أخرت الدعاء يعني، فاستغرب الإمام أنها دعت للمؤمنين والمؤمنات ومن ثم الدعاء، يعني أخرت أولا قدمت المؤمنين والمؤمنات ثم، فسمعها الإمام فقالت له: بني الجار ثم الدار. إذن كانت السيدة تصلي وحتى كأنه يستمع إلى من هي تدعو لهم للأربعين مؤمن أثناء صلاة الليل كان يستمع. وهذا سيكون له عظيم الأثر في نفوس الأبناء أكثر من أن تكون هناك المحاضرات المطولة. يمكن من ناحية التربوية يعني هنا أحب أن أذكر أنه مسألة الحرية ضمن القيود. نعم. هناك أمور لابد أن يلزم بها الأم والأب الأبناء، مثلا مسألة الصلاة بعد أن يصل أعمارهم إلى التاسعة، مسألة حضور المساجد في مرحلة معينة لابد من إلزامهم. نعم. ولكن هي هناك حرية، مثلا حرية في الوقت، حرية في الذهاب إلى أي مركز أو أي مسجد، أعطائهم بعض الحريات، لكن هناك مسائل إلزامية وهناك مسائل تعطى لهم الحرية. لننطلق الآن إلى دور الخطباء، دور أئمة المساجد في خلق الروحية لدى الأشخاص، ما هو دورهم بالضبط وكيف يكون الدور صحيح؟ طبعا هي مسألة المجالس الحسينية. نعم. كما يقول الإمام الخميني رحمه الله: كل ما عندنا من عاشوراء. نعم. في الواقع نحن كل ما عندنا هو من عاشوراء، هو من الحسين، من بركة هذه المجالس الحسينية. فهذه المجالس مستمرة بدماء الحسين عليه السلام الزكية الطاهرة. نعم. ولكن الآن هي مسؤولياتنا نحن، كيف نستثمر هذه المجالس بأكبر قدر. نعم. وطبعا هي مسؤولية أمانة، أن عندما يكون الإنسان خطيب حسيني ويقوم بهذا المشروع فهنا هو يحمل على عاتقه مسؤولية كيف يوصل رسالة الإمام الحسين كما هي. نعم. الدين المحمدي الأصيل من غير تشويه، أن يبتعد عن العادات والتقاليد. هناك عادات صحيح وتقاليد ولكن لا نطلقها باسم الدين. نعم. نحن في مرحلة نحتاج إلى أن نفرز الحقيقة الواعية من غير تلفيق، لا نسقط أفهامنا على الدين ونفهم الدين بطريقتنا. نعم. أحسنتم. وإنما كما أنزل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فعاشوراء ليست بحاجة إلى رتوش. نعم. هي عاشوراء مبكية كما هي، ليست بحاجة إلى إضافات. نعم. هي الحادثة مفجعة وهي أعظم حادثة وقعت منذ التاريخ وإلى الأزل، ولن تقع حادثة أفجع منها. فنحن لسنا بحاجة إلى أن نضيف كلام إضافي أو أن نصور بالأشعار صور هي ليست من الحقيقة، لأنه نحن أمام شخصيات إلهية في الواقع. جميل جدا. شخصيات تخلقت بأخلاق الله، شخصيات وصلت إلى أعلى مراحل العبودية لله، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن هو القرآن، إذن هو القرآن الناطق. نعم. فنحن عندما نجسد أهل البيت سلام الله عليهم كما هم القرآن الناطق كون أدينا الأمانة كما هي. نعم. حبل ممدودان بين السماء والأرض، ولكن إذا بدأنا نضيف أو نزيد من عندنا أو من بعض الوهم أو من بعض الإضافات فهنا خطورة، خطورة أن يتحمل هذا الجيل ويفهم عاشوراء ليس كما هي. نعم.
وإنما بأفهام هذا الجيل. المشكلة هو ليس فقط بأن يفهم عاشوراء ليست كما هي، المشكلة أنه أحيانا يكونون السبب في دفع خصوصا المستمعين الصغار إلى الجانب الآخر من عاشوراء، هنا المشكلة. نعم، طيب مثل ما حضرتك ذكرتي أن عاشوراء هي حادثة مفجعة بحد ذاتها، ليس فقط عندنا نحن المسلمون أيضا، يعني هناك أحاديث خليني أنا أذكرها للشاعر اللبناني بولي السلامة. أنا المسيحي أبكاني الحسين، وأيضا وقد شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي، وأيضا قال غاندي تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. عظماء تكلموا عن عظيم غير مسلمين، ممكن أحيانا مسيحي، ممكن لا يمتلك دين، لكن الحسين عجيب، هذا الإنسان الذي أحرق قلوب الجميع. سر الحسين ما هو؟ أحسنتي، ما هو سر الحسين؟ سر الحسين ببساطة في أنه عبد لله. الله، حقق كل معاني العبودية. نعم، يعني واقعا دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام يمثل حقيقة ما يعيشه الإمام سلام الله عليه من علاقة داخلية. نعم، رصينة بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. الله، حقيقة عمق العلاقة الوجدانية، عمق العلاقة الوجدانية مع الله تجسدت في واقعة الطف بكل صورها. لذلك أهم ساحة هي ساحة النفس، وكانت ساحة نفس الإمام الحسين ليس فيها إلا الله. خذ حتى ترضى. الله، قمة في التسليم، قمة في العطاء. ننتقل الآن إلى موضوع يمكن انصح لنا التعبير أن نقول بعض الأشعار التي نسبت للإمام الحسين: يا دهر أف لك من خليل، كم لك من الإشراق والأصيل، من صاحب أو طالب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل. طبعا ممكن أن هي تكون السبب في نشأة الشعر الحسيني، لكن لنتكلم الآن عن دور الشعر في استمرارية هذه النهضة الحسينية. طبعا للشعر دور رئيسي واستراتيجي في ذلك. نعم، ونرى الأئمة الإمام السجاد، الإمام الصادق، هناك حث على إنشاد الشعر وعلى أنه كم يحصل الإنسان على الثواب، وأنشدني يا دعبل، وكثير يعني من الروايات التي أتت في هذا المجال، وحتى أنه في بعض الروايات بألحان أهل البصرة. يعني هو الجانب العاطفي له دور كبير في قضية. نعم، الإمام الحسين. ولكن أحب أن أنوه لهذا الجيل أنه هناك فكر صافي ونقي، مثل عندنا الشيخ الوائلي عميد المنبر الحسيني. نعم، يعني رحمه الله لابد أن نذكره في مثل هذا اليوم، لأنه كان له دور أساسي في فكر عاشوراء، في أنه يحمل عاشوراء نقية صافية، وكذلك على المستوى الأدبي. نعم، أيضا السيد حيدر الحلي، أيضا السيد رضا الهندي. أنا لاحظت أنه الآن يعني في الأجيال الجديدة هناك تطور جيد جدا وملموس. نعم، على مستوى اللحن في اللطم والتطوير في ذلك الجانب، ولكن أنا أشعر أنه هناك ابتعاد عن اللغة العربية، يمكن. نعم، نتيجة أنه أصبحت اللغة لغة أجنبية التي يدرسونها، وبالتالي ارتباطهم باللغة العربية قل، وبالتالي أصبحت المضامين الشعرية الحديثة ليست على نفس المستوى التي كانت المضامين. نعم، الشعرية. صحيح، القديمة في تقديم عمق المضمون. يعني أحيانا أنا أحاول أن أستحضر نوحية حتى أتحدث بها مع الإمام، أجد لا توجد كلمات موجودة في الأطميات الحالية مما يعبر عن ما في حقيقة الوجدان والشعور. كل ما نذكره هو من القديم. أيوة، طبعا نحن نؤكد على مسألة أن يكون الجانب اللغوي قوي حتى. نعم، تطلع بنتاج قوي على مستوى، لأنه بالنتيجة طريقة التواصل هي اللغة. أحسنت. فمن المهم أن تكون هناك نهضة على هذا المستوى، يعني يكون هناك رجوع للغة، للأصول اللغوية، وإخراج أشعار بمستوى يفهمه المستمع، وفي نفس الوقت يحمل مضامين قوية وعميقة تتناسب مع عمق القضية الحسينية. نعم، أحسنتم، ومع عمق
الثورة الحسينية والعطاء الحسيني ننتقل إلى عمان لنتكلم عن مراسم العزاء في عمان، إحياءكم للشعائر الحسينية كيف يكون؟ طبعا هنا أحمد الله عز وجل أن هناك قيادة حكيمة، نعم، والتي جمعت المذاهب المختلفة في بوتقة التوحيد والوطن، نعم، الواحد والأهداف المشتركة والمصلحة المشتركة. والحمد لله نحن يعني متعايشين بشكل رائع وفي بوتقة يعني تشكل نموذج حتى لبقية المجتمعات ما شاء الله. فالحمد لله نجد الجميع يتفاعل مع قضية الإمام الحسين. نحن بالنسبة لنا توجد المجالس الحسينية، نعم، وكذلك على المستوى النسائي نقوم بأعمال استراتيجية في ليالي عاشوراء والأربعين. جميل. على مستوى العمل المسرحي، على مستوى اللطميات، كذلك هناك المسابقات الثقافية التي تقام وبعض المهرجانات والأعمال. جميل. الفنية والأدبية الخاصة بواقعة الطف. جميل جدا، يعني فعلا هناك تطور في العزاء الحسيني، لا نكتفي مثلا في اللطم وإن كان له ثوابه، ولا نكتفي فقط في قراءة العزاء، بل نظل نحاول أن نوصل ثورة الحسين بأي شكل كان، بأي فن كان. كلمة أخيرة عزيزتي أستاذتي سجى نوصلها للمشاهد. الإمام الحسين عليه السلام لم يأتي لطائفة ولا لمجموعة، فلماذا نقيده؟ سلام الله عليه، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ولجميع المسلمين. الله. فلا بد أن يستفيد الجميع منه، لأنه واقعا بحر زاخر. وأدعو الله عز وجل أن نكون حسينيين بالمعنى أن لا نحمله هما على همه، نعم، وإنما نحمل قضيته ونحمل مبادئه ونحمل رسالته، نعم، أن لا يكون الدين لاعق على ألسنتنا فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون، وإنما أن تكون استقامتنا على المستوى الاجتماعي، على المستوى الأسري، في أعمالنا، في وظائفنا، نعم، ممهدين لدولة الإمام المنتظر عجل الله فرجه. الله تعالى فرجه. فنحن إن لم نصلح أسرنا فهذه هي اللجنة الأساسية، إن لم نصلح أسرنا فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويظهر دولته. نعم. لابد أن نقوم نحن بهذا الدور. نعم جميل. أستاذة سجى أحمد الخابوري من سلطنة عمان الشقيقة، شكرا لك. وإياكم. الحسين بدأ بالثورة، وبنا بإذن الله نسعى لأن تكتمل هذه الثورة بعطائنا الحسيني، بقدرتنا على استيعاب الحسين سلام الله عليه. في أمان الله. نوين وياك والونة نخفيها ويا لحن الآه، ونخاف عداك تتشمد وسكتنا بهضم اللي حملناه.